الأمم المتحدة تتجه نحو تكريس وضع منفصل للنزاع في غرب اليمن. فها هو المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث يقوم بزيارة هي الأولى من نوعها إلى موسكو، بحثاً عن تأييد لمقترح تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن اعتماد 75 مراقباً جديداً في الحديدة وموانئها الثلاث. غريفيث بحث مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين الوضع العسكري والسياسي والإنساني في اليمن، حيث كان لافتاً تأكيدات المبعوث الأممي في تصريحات لوسائل الإعلام الروسية أن موقف إطلاق النار الساري في اليمن حالياً يتعلق بالحديدة فقط. بريطانيا المعنية بملف اليمن في مجلس الأمن بدأت بتوزيع مسودة مشروع قرار جديد من المرتقب أن يقره المجلس الأسبوع المقبل في جلسة خاصة ستعقد لهذا الغرض، ويقضي هذا المشروع بنشر 75 مراقباً دولياً جديداً لفترة أولى مدتها 6 أشهر قابلة للتجديد. ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تسريع نشر كامل البعثة التي يقودها الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، ويدعو إلى دعم مهمتها وإلى احترام طرفي الصراع لاتفاق ستوكهولم، كما ينص على تولي البعثة الدولية مهام قيادة ودعم لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، ويدعو كذلك إلى إنشاء بعثة سياسية خاصة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة وموانئها الصليف ورأس عيسى والحديدة على نحو يكرس الوضع في هذه المحافظة وموانئها كمنطقة نزاع منفصلة في البلاد. وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك قد أوضح أن عدد المراقبين الدوليين المتواجدين حالياً في مدينة الحديدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر قد وصل إلى 20 مراقباً. وتابع دوغاريك في حديث للصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك إن عدد المراقبين يعتمد على الوضع القائم على الأرض، وأن الأمين العام للأمم المتحدة يواصل مشاوراته في هذا الصدد مع مجلس الأمن، وهو ملتزم بزيادة عدد المراقبين الدوليين لأكبر عدد ممكن. تتجه الأمور إذن إلى المزيد من التعقيد في الساحة اليمنية في الوقت الذي تنصب فيه جهود الأمم المتحدة على إنجاح اتفاق ستوكهولم التي يبدو أن تعثر تطبيقها يهدد مستقبل التسوية السياسية برمتها في اليمن.